سنبحث على معطيات السؤال أي الخطوة الثالثة. زين، فنجي هنا بالسؤال مطينا gas is escaping from a spherical balloon at the rate of 0.056 cubic meter per minute. المعطى الأول شنو هذا؟ هذا وحدات حجم بالنسبة للزمن، أي معدل تغير الحجم dv over dt يساوينا minus 0.056 cubic meter per minute. لماذا الإشارة الماينس؟ وذلك لأن الغاز ينفذ من البالون إلى خارج البالون، بمعنى أنه هناك نقصان بالحجم مع الزمن. هاي النقطة الأولى أو المعطى الأول rate of change of volume، مطيني اياها بالسؤال. المطلوب how fast is the surface area shrinking when the radius is 3.657 meter. ما هو معدل نقصان المساحة السطحية بالنسبة مع الزمن عندما يكون نصف القطر للبالون 3.657 متر؟ أي بمعنى يريش يريد دلتا دي أوفر دي أس أوفر دي تي مع الزمن، أي الريت أوف تشينج أوف سيرفس أريا عندما يكون R تساوي 3.657 متر. صار واضح؟ الريت أوف تشينج أوف فوليوم دي في أوفر دي تي معطى بالسؤال. المطلوب السؤال هو التغير في مساحة المساحة السطحية للبالون مع الزمن، أو rate of change of balloon ds over tt عندما r تساوي 3.657. صار واضح؟ هسه نجي الخطوة الرابعة find the mathematic equation، إيجاد المعادلات الرياضية. لدينا حاليا معادلتين رياضية تمثل، المعادلة الأولى تمثل الحجم ال V of spherical balloon ويساوي لنا 4 over 3 by R cube and surface area of balloon تساوي لنا 4 by R square. صار واضح؟ هسه عندنا معادلة الحجم يربط بين الحجم ونصف القطر، وكذلك السيرفس اريا تربط السيرفس اريا مع نصف القطر. هسه نجي لإيجاد الريت اوف تشينج اوف فوليوم، العلاقة تربط الريت اوف تشينج اوف فوليوم مع الريت اوف تشينج اوف راديوس، وكذلك إيجاد العلاقة التي تربط بين الريت اوف تشينج اوف سيرفيس اريا مع الريت اوف تشينج اوف راديوس. هسه نجي نشتق المعادلة الاولى الدي في بالنسبة للزمن، دي في اوفر دي تي يساوي لنا 4 على 3 باي مشتقة كيوبك ار تساوي لنا 3 ار سكوير دي R over dt. بالتبسيط نبسط هذه العلاقة dv over dt يساوي لنا 3 مع 3 هنا 4 تساوي لنا 4 by R square dr of dt. هاي يسمى related rate of change of volume with the rate of change of radius. هذه
معادلة رقم واحد. زين، هسه نجي نشتق أخذ مشتقة سيرفيس أريا بالنسبة للزمن. دي اس اوفر دي تي يساوي لنا 4 باي ار سكوير مشتقتها 2 ار دي ار اوفر دي تي، ويساوي لنا بالتفصيل دي اس يساوي لنا دي اس اوفر دي تي يساوي 8 باي ار دي ار اوفر دي تي. هذه علاقة معادلة رقم 2 وهي related rate of change of volume with the rate of change of radius، أي المعادلة الرياضية التي تربط التغير مساحة السطحية مع التغير بنصف القطب. صار واضح؟ هسه نجي من معطيات السؤال. معطيات السؤال يقول لنا الدي في اوفر دي تي يساوي لنا ماينس 0.056. زين، نجي المعادلة رقم واحد، نبسط معادلة رقم واحد وتساوي لنا حتى نستخرج الدي ار اوفر دي تي من هاي المعادلة، من معادلة from the equation number one، حيث نحصل على دي ار اوفر دي تي يساوي لنا 1 على 4 باي ار سكوير دي في اوفر دي تي. الدي في اوفر دي تي معطى بالسؤال، الدي ار اوفر دي تي يساوي 1 على 4 باي ار سكوير مضروبا في دي في اوفر دي تي يساوي لنا ماينس 0.056. زين، هسه نجي هاي شو يسمونها، هاي معادلة رقم 3. هسه نجي نعوض معادلة رقم 3 بالمعادلة معادلة رقم 2، substitute of equation 3 in 2، أي تعويض المعادلة رقم 3 في المعادلة رقم 2. نحصل على الدي اس اوفر دي تي يساوي لنا 8 باي ار مضروبا في هذا الحد 0.56 اوفر باي 4 باي ار سكوير. نجي هسه نختصر 4 هاي بيها 2 الباي والباي السكوير والار، اذن المتبقي لدينا دي اس اوفر دي تي يساوي لنا المتبقي 2 في ماينس 0.056 اوفر ار. المطلوب السؤال، ما هو التغير بالسيرفيس اريا او سيرفيس اريا شرينكينج وذ تايم ات ار، اي بمعنى التغير بالمساحة السطحية عندما يكون ار تساوي لنا 3.657.
أي بمجرد التعويض بالآر بهذه المعادلة نحصل على معدل التغير للمساحة السطحية بالنسبة للزمن، أي بمعنى دي اس اوفر دي تي يساوي لنا 2 مضروبا في ماينس 0.056 اوفر نصف القطر 3.657. زين الناتج النهائي يساوي لنا ماينس 0.0362 متر سكوير بير منت، وهذا يمثلنا دي اس اوفر دي تي، اي معدل نقصان في المساحة السطحية مع الزمن، او the surface area shrinking. لاحظ the surface area shrinking معدل نقصان مساحة سطحية مع الزمن، حيث انه الماينس هنا هي دلالة على انه المساحة السطحية تتناقص مع الزمن. شكرا جزيلا، هذه المحاضرة لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.